قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة نصبح على ليندا تطمنا على حالة الطقس وكمان أسعار العملات والدهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير يا منى. الحقيقة شاذلي في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. امبارح القاهرة سجلت 33، النهاردة بتسجل 28، ففي فرق 5 درجات، فأكيد هنبقى حاسين ده هيبقى برد النهاردة. يعني مائل للحرارة الصبح مائل للبرودة بالليل. عظيم. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، وهنبتديها مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.46، أما الشراء فسجل 18.37. اليورو البيع سجل 19.94، أما الشراء فسجل 19.84. الجنيه الاسترليني البيع سجل 24.06، أما الشراء فسجل 23.93. الفرنك السويسري البيع سجل 19.60، أما الشراء فسجل 19.49. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.90، أما الشراء فسجل 2.88. الريال السعودي البيع سجل 4.92، أما الشراء فسجل 4.90. الدينار الكويتي البيع سجل 60.53، الشراء سجل 60.16. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.02، أما الشراء فسجل 5. بالنسبة لمتوسط أسعار سعر الذهب، فعيار 18 سجل 891 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 1040 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1188 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8320 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، والجو هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي النهاردة نشاط للرياح على كل الأنحاء هتمتد للقاهرة الكبرى وهتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وفي كمان فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28، وأعلى درجة حرارة هتكون في حلايب 36، وأقل درجة حرارة هتكون في مرسى مطروح 21. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.